أهلا بكم في قناة تويتا. تعلم الفنان محمد رمضان الدرس من سقوطه في حفلة تكريمه العام الماضي بمدينة دبي، وقام بخلع حذائه قبل السير على ممر الشرف في حفل تكريمه هذا العام. وسخر رمضان من نفسه مؤكدا انه لم يعد يثق في اي حذاء بعد ما حدث له العام الماضي. ونشر رمضان هذا المقطع عبر كل حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه وهو يتأهب لاستلام جائزة التكريم عن دوره في مسلسل موسى الذي عرض بموسم رمضان 2021. وفوجئ الجميع بأن رمضان قام بخلع حذائه، وعلق قائلا: بعد التكريم الأخير ما بقتش أثق في أي جزمة. ويذكر أنه تعرض لموقف محرج في شهر نوفمبر من العام الماضي، وفي أول ظهور له عقب أزمته مع نقابة المهنة التمثيلية التي وصلت حد منعه من مزاولة مهنة التمثيل وإحالته للتحقيق، حيث شارك في حفل تكريمه وأثناء سيره سقط أرضا بسبب الأرضية أثناء توجهه للحصول على التكريم في مهرجان ضيافة المقام في الإمارات العربية المتحدة في دورته الرابعة بمدينة دبي. وتصدر ترند موقع تويتر بعد سقوطه، وشهد بعض التعليقات شماتة واضحة، خاصة وأن رمضان تفاخر بتكريمه في دبي، ملمحا إلى أن التكريم يعوضه عن قرار إيقافه عن ممارسة مهنة التمثيل في مصر وإلغاء تصوير مسلسل موسى. وأرفق بالفيديو أغنيته الشهيرة بمبم، وعلق على الفيديو قائلا: ثقة في الله ما يقع إلا الشاطر. أتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.